مشاهدينا الكرام، لمناقشة الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علا. وأهلا بكم دكتور صباح. بداية، عندما تخرج كتلة ميليشيا العصائب البرلمانية تطالب بمنع عودة نازحي جرف الصخر، بما تفسر هذا الطلب؟ حقيقة حزام بغداد ومنها جرف الصخر ومناطق أخرى في شمال مدينة الحلة وجنوب بغداد تشهد حالة من حالات التوتر المستمرة، ليس الآن وإنما منذ 2003 ولغاية الآن. والعمليات العسكرية مستمرة في عمليات التنظيف أو عمليات محاربة الإرهاب، وخاصة بعد وصول داعش في بعد 10/6/2014 إلى العراق واحتلال جزء كبير جدا. هذا شكل عامل أساسي وجوهري في تمركز القوى الأمنية بكل أشكالها وخاصة الحشد الشعبي. فعمليات التطهير المستمرة وما زالت ولغاية الآن وعدم عودة العوائل إلى مناطقهم دليل أن هناك عمل قد يؤدي إلى مثل تغيير ديموغرافي أو غير ذلك، علما بأن مناطق جنوب بغداد تعتبر من المناطق الحساسة الاستراتيجية للقوى الأمنية العراقية بكل أشكالها. كيف ترى دكتور أزمة أهالي جرف الصخر منذ أن بدأت وحتى هذه اللحظة؟ هذه الأزمة حقيقة شكلت عامل جوهري وأساسي في عدم الاستقرار بعد وصول داعش، يعني خاصة وعمليات محاربة داعش أخذت على عاتق القوى الأمنية محاربتها في كل مكان وخاصة في محيط بغداد. لكن مضى 4 سنوات منذ أن هجروا، ومنذ أيضا بعد أن أعلنت الحكومة أن هذه المنطقة تحررت كما وصفت، لماذا حتى هذه اللحظة هم في العراء؟ ما الذي يمنع؟ هناك ليس فقط في جرف الصخر وإنما في مناطق كثيرة. نعم. بما فيها في ديالة، في حتى في الموصل وفي مناطق أخرى والرمادي، في مناطق تم تحريرها ولم يعود كثيرا من العوائل المهجرة. إذن المنطقة استراتيجية ولن يسمح لعودتهم حقيقة إلا بنسب معينة، وتم التصريح قبل. ماذا تعني بنسب معينة دكتور؟ بعودة 150 عائلة. ماذا تعني بنسب معينة؟ نسب معينة أي العمل عمل انتقائي. هذا جانب أساسي، وكلنا ندرك أن العمل الأمني بالعراق عمل ليس سهل وليس يمتلك شكل من أشكال عمليات التنظيم الحقيقية خاصة مع المهجرين وعودتهم. وكلنا ندرك أن من هم كانوا ضحايا أو مخطوفين أو غير ذلك كانت تتواجد في 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 داخل مناطقهم عمليات عسكرية وامتلاك للسلاح، واستطاع داعش أن توظف بعض العناصر اللي أعطت إمكانية لاجتياحها وتهجير أهاليها من المنطقة، وهذا هو الذي حصل في الظرف الحالي. ولذلك في ظل كل ما تفضلت به دكتور، إلى أي مدى ترى أن تهجير أهالي جرف الصخر والانتهاكات التي تقع ضدهم تأتي من منطلق طائفي؟ بالتأكيد العمل الطائفي هناك من يعتاش عليه حاليا، واستمرار حالة النزعة الطائفية في التعامل مع المناطق ما زالت موجودة، وهذا سينعكس سلبا على عدم استقرار المنطقة وحتى على عدم استقرار العراق بالتأكيد. ولذلك نلاحظ إعادة النازحين وعمليات إعادة البناء والإعمار هي الكفيلة باستقرار المنطقة، سواء كانت ذكرت نقطة في بداية حديثك دكتور صباح، ألا وهي الواقع أن منطقة جرف الصخر لديها أهمية استراتيجية، أو لها أهمية استراتيجية
تمنع القائمين أو المسيطرين عليها من إعادة النازحين إلا وفق انتقاء كما سميته. الجميع يعلم في الوسط العراقي أن من يسيطر على جرف الصخر هي ميليشيا حزب الله المنضوية ضمن الحشد الشعبي. ألا يدل ذلك ويرتبط مع حديثك من المستفيدين كما وصفتهم أن الميليشيات هي التي لديها هذا النفس الطائفي، أي نعود إلى المرجع الحشد الشعبي، وبالتالي الميليشيات المنضوية ضمن هذا الحشد هي التي تغير المناطق وفق تغييرات ديموغرافية معينة، وبالتالي نعود إلى نقطة الطائفية؟ بالتأكيد القوى المسلحة اللي أخذت طابع طائفي تحاول جهد إمكانها أن تثبت إمكانية التغيير في عملية الاستيلاء على الأراضي أو المساكن أو المزارع أو الممتلكات في المكان، خصوصا للعوائل المهجرة أو غيرها. ولكن كلنا ندرك أن حالة الصراع الموجودة في الظرف الحالي تعطينا مؤشرات مستقبلية أن التغيير قادم لصالح الإنسان العراقي، لا شك في ذلك. هناك من يرجع هذه الطائفية التي نتحدث بها الآن إلى ولاء تلك الميليشيات لإيران، ما تعليقك على ذلك؟ بالتأكيد إيران لها القوة المؤثرة في القوى المسلحة المدعومة إيرانيا في التأثير في الواقع الأمني، وكذلك أيضا استعادة عمليات عودة المهجرين أو غيرهم. قد يكون ذلك مؤشر للتدخل في الشأن العراقي أو الشأن الأمني، لا شك في ذلك. ولكن في اعتقادي ما 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 تقوم به حاليا القوى التنفيذية التابعة للجيش والأجهزة الأمنية العراقية وبالتوجيه من رئيس الوزراء وما يصدر منه من تعليمات، دليل أن هناك نفسا وطنيا لإجراء تغيير في هذه المفاهيم الطائفية. دكتور صباح، أنتم تعلمون في سؤالي الأخير لكم دكتور صباح، أنتم تعلمون أن التعليمات والتوجيهات والأوامر التي تخرج من رئيس الوزراء لم تنفذ، والدليل اللواء 31 في سهل نينوى والذي رفض تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة ألا وهو عادل عبد المهدي بالانسحاب، وكذلك التهديدات التي جاءت من ميليشيا النجباء ووصف الجيش بأنه مرتزق وغير أصيل وكثير من هذه الأمور الرافضة لتنفيذ الأوامر. وبالتالي يعني ما الذي يمتلكه عادل عبد المهدي لكي يحقق ما قلته قبل قليل؟ حقيقة السيد عادل عبد المهدي من الضعف في التعامل مع كل القوى السياسية والأمنية حقيقة، وخاصة مع الحشد. أوامره حبر على ورق قد تكون، ولكن بشكل أو بآخر المستقبل القادم خصوصا في هذا العام قد يؤدي إلى عملية التغيير في بنية التركيبة الأمنية في العراق، وقد تعطي نتائج، خصوصا أن حالة الصراع الأمريكي الإيراني لها دور في عملية استتباب الأمن بالعراق وعودة المهجرين أو غيرهم، وهذا مرهون بالقوى الفاعلة في إدارة الدولة العراقية. دكتور صباح علا والكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا لك.